نفى مصدر مصري رفيع المستوى وجود أي اتصالات مع الجانب الإسرائيلي بشأن الادعاءات بوجود أنفاق على حدود قطاع غزة مع مصر. وقال المصدر إن إسرائيل توظف هذه الادعاءات لتبرر مواصلة عملية رفح الفلسطينية وإطالة أمد الحرب لأغراض سياسية، مؤكدا أن إطالة أمد الحرب هي هدف إسرائيل للتهرب من أزماتها الداخلية.